النهارده هيبدا منتخب مصر الاولمبي مشواره في دوره الالعاب الاولمبيه اللي هتقام في باريس، وهيلعب منتخب مصر الاولمبي مع الدومينيكان النهارده الساعه 6 بالليل ضمن مباريات الجوله الاولى من دور المجموعات لاولمبياد باريس 2024. تفاصيل اكتر هنتعرف عليها عن المباراه مع ضيفنا الناقد الرياضي سيف الحسيني. صباح الخير. صباح الخير لينا وعلى المشاهدين. اهلا بيك. في البدايه حابين نعرف منك كده، شايف مباراه منتخب الاولمبي امام الدومينيكان هتكون ازاي، والتشكيله اللي هيلعب بيها ميكالي هل هتكون منصفه لينا وتحقق لنا الفوز النهارده؟ طبعا بنتمنى بدايه قويه جدا لمنتخب مصر ان شاء الله في الاولمبياد. مصر حظها كان حلو ان هي في مجموعه متوازنه، معانا منتخب دومينيكان وأوزبكستان وطبعا اسبانيا. شايف طبعا ان الحظ حطينا، يعني كان القرعه كانت كويسه جدا في ان هي في المطوشه الاولانيه ان احنا هنقابل الدومينيكان واوزبكستان، بعد كده هنقابل اسبانيا في الختام، يعني في دور المجموعات. دايما كان في الاولمبيات السنين اللي فاتت كنا دايما بنصطدم في الاول بالقسم الاقوى، فبتبدا الدنيا تصعب لو اتعادلت او خسرت، لكن انا شايف ان ده شيء كويس جدا انك تبدا قدام الدومينيكان، يعني اسم مش كبير قوي في كره القدم، نقدر نعمل معاه نتيجه كويسه جدا ونقدر نكسب، يعني المهم طبعا الثلاث نقط، لكن نقدر نكسب بسكور ويعني نثبت وجودنا في المجموعه. وبعديها هيكون ماتش اوزبكستان برضو. اوزبكستان كفريق للشباب فريق كويس، لكن برضو منتخب مصر يقدر ان هو يقدم نتيجه كويسه جدا قدامه، وساعتها بقى يقدر منتخب مصر يحسم التاهل قبل ماتش اسبانيا، يكون هو بروفا بقى قويه، يكون مرتاح يعني داخل بقيه الماتشات وهو مرتاح بمعاه سكور ونقاط كويس. طبعا. طيب يعني في ناس كتير قوي مش عارفه نظام البطوله ازاي والاستادات كمان المستضيفه ونظام الصعود، لو عندك تفاصيل عنه. هو طبعا نظام الصعود مختلف عن الـ عن الـ 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 اسمه ده البطولات الثانيه، يعني يعني شويه متغير. مثلا هيكون مثلا متصدر المجموعه الاولى يلعب مع وصيف المجموعه الثانيه، متصدر المجموعه الثانيه هيلعب مع وصيف المجموعه الاولى، في بقى مسار ثاني هيلعب فيه متصدر المجموعه الثالثه مع وصيف المجموعه الرابعه اللي هي طبعا المجموعه بتاعت مصر، ومتصدر المجموعه الرابعه يلعب مع وصيف المجموعه الثالثه. فطبعا وطبعا الاستادات ابرزها استاد البارك دو برانس بتاع نادي باريس سان جيرمان، ومصر هتلعب في الافتتاح في استاد لوبو جوار، ده استاد بتاع نادي نانت الفرنسي اللي بيلعب ليه طبعا مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر. طبعا منتخب مصر يعني نتمنى ان هو يتصدر المجموعه، لان المجموعه الرابعه مجموعه قويه جدا، مجموعه فيها ثلاث منتخبات قويه، الشباب بتاعت المنتخبات دي قويه جدا، اليابان وباراغواي ومالي. طبعا احنا عارفين ان احنا دايما حظنا بيبقى وحش مع اليابان في الدور اللي بعد كده، وبنطلع دايما في الدور ده، ان شاء الله لكن نكمل. نتمنى ان منتخب مصر يتاهل كاول مجموعه، يلعب بقى الثاني من المجموعه الرابعه، فان شاء الله يعني باذن الله يكون التاهل يعني حليف منتخب مصر. صحيح، هو بالذات ان ميكالي كمان هو مدرب مخطط بشكل كبير ويعني وعنده تركيز عالي جدا مع اللعيبه، واختياراته كمان ممكن تكون مختلفه عن قبل كده، لكن يعني سبب انضمام كمان زيزو والنني لتشكيله الفريق، وتفتكر هيلعب التشكيله هتكون زي النهارده؟ خلينا نتكلم معاك الاول شويه بحبه بسيطه عن ميكالي. صراحه كان اختيار ميكالي ده اختيار موفق جدا جدا جدا، وشفنا ازاي ان ميكالي مدرب كويس جدا، لدرجه ان هو كان مرشح قبل طبعا كابتن حسام حسن ان هو مرشح ان هو يمسك فتره انتقاليه منتخب مصر. ميكالي مدرب مخضرم، لعب الاولمبياد، خد ميداليه، صراحة من ساعة لما مسك تولى منتخب مصر عمل مجموعة كويسة جدا جدا جدا، أبرز الشباب اللي موجودة دي طبعا، يعني في خمس ست أسماء راحت المنتخب الأول، فده شيء كويس جدا. طبعا المنتخب ده هيكون مستقبل للمنتخب الأول، عنده خبرات كبيرة. طبعا انضمام النني وزيزو ده كان شيء كويس جدا، فوق السن هيديهم خبرات، هينقلهم خبرات الفريق الاول. ما ننساش برضو ان ابراهيم عادل لعب منتخب اول، اسامه فيصل لعب منتخب اول. لا، منتخب مصر بيضم مجموعه كويسه جدا، وميكالي عارف المجموعه دي كويس قوي، وده اللي مطمنا ان ميكالي عنده خبرات في الاولمبياد، وعنده خبرات ان هو يقرا
الفرق اللي زي الفرق اللي بتشارك في البطولات دي، ودي حاجه كويسه جدا. يعني انا شايف ان هو الراجل واقف على مجموعه كويسه جدا، عنده قائمه كويسه جدا. في بعض الاصابات اللي كانت في الفتره الاخيره، لكن قادر ان هو يتخطاها. طبعا مع سهوله الماتش الاول هيرجع له ناس كانت موقوفه زي محمود صابر الماتش الجاي. فانا شايف ان ميكالي قادر ان هو يوصل ان شاء الله بعيد في البطوله دي بخبراته، بالمجموعه اللي معاه قادره، طبعا باللعيبه زي النني وزيزو يقدروا ينقلوا خبراتهم للعيبه اللي موجوده. فان شاء الله شايف ان ميكالي قادر يوصل، لا قادر يوصل كمان لربع النهائي ان شاء الله والنصف النهائي، لكن هي تبقى خطوه خطوه، يعني نقدر ناخدها خطوه خطوه. نتاهل الاول وان شاء الله باذن الله ماتش اسبانيا ده يكون بروفا قويه للدور اللي بعد كده، ونبدا ناخدها واحده واحده ان شاء الله لغايه النهائي ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي سيف الحسيني. لازم نقول ان احنا لازم كلنا نشجع ابطال بلدنا، مش بس في كره القدم والمنتخب الاولمبي، لكن في كل الرياضات المشاركه في اولمبياد باريس 2024، وان شاء الله نرجع بعدد كبير من الميداليات الذهبيه. بنتمنى التوفيق لكل اللعيبه الموجوده، وخاصه كمان بنتمنى التوفيق للمنتخب الاولمبي النهارده في ماتشه الساعه 6 مع الدومينيكان.